ليالي يالي عكس خط يالي يالي عكس خط انت مش وحدك في الخط حولك الكل يشوفك كان المفروض ما تغلط كان المفروض ما تغلط كان المفروض ما تغلط يالي 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 عكس خط يالي 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 عكس خط لو بقى عندك الخط لف وامشي امشي وانت علي الله انت ليه لا تتورط يالي عكس خط انتبه من اللي جاي شكله اجيب سرعة كبيرة والعواقب جاسمة يالي 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 عكس خط يالي 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 عكس خط حولك الكل يشوفك انتبه من اللي جاي عزم يالي 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 عكس خط معنا اليوم المحامي العام لبقايا النظام أستاذ اللواكة في الكلام نائب وزير الإعلام. أما أنا كوزير كنائب وزير إعلام ما أبوش معي عمل أنا قلب لا أوقع قلتوها أكثر من مرة لا أدعى إلى اجتماع ولا أوقع في استمارة ولا معي منهم حتى ريال واحد منذ أن تعينته حتى اليوم ربما يجيبوا للمرافقين من 3000 ريال لكن بالنسبة لي أنا لا أستلم منهم ريال لا أنا غلبان صحيح وفي الحقيقة لا يتكلم كنائب وزير أعلى ولا عن المؤتمر الشعبي العام يتكلم عن بقايا العائلة وبقايا النظام طيب عيال علي عبد الله صالح عادهم مجتمع مدني لا هم ملوثين بسرقات ولا عندهم ماضي يا عبدو بس النظام قد تغير وان شاء الله تدافع على الباقيين ايش فيك جالس تدافع عليهم يعني عندما يقترب الثور لا ينبغي ان تكثر السكاكين اوه ما اخترك يا عبدو ما اول الزعيم الهمام الرجل وهل يا ماش بتقول لي ثو اصبح ثو اسكت روح الرجل ترك السلطه احنا عارفين انك ترك السلطه بس ما قد تركش للشعب حاله ما عارش راضي يخليه يعيش يعني ما يكفي 33 سنة خرجنا أفشل دولة بعد 33 سنة الآن ما بينتقم منه يرسل من يقضى عليها الكهرب يرسل من يقضى عليها النفط يرسل من يقضى عليها الطريق يشغل الناس في أحوالهم لا تنساش أنه عاد باقي مسمار جحا جالس يعني ابن الوز عوام والهيكلة ما نفعش وأحمد جالس أو ناسي لهذا الموضوع يا خبراء الهيكلة من وجهة نظركم إبعاد فلان فلان طاحوا بقي واحد منهم يعني الهيكلة ما بتتم إلا إذا وعد أحمد علي أيوة أحمد علي أحمد علي ماسك كل شيء جالس السلاح بيده والقوات بيده جالس القصف لليوم في أرحب وغيرها كيف الناس يحاوروا أو يروحوا للحوار أو تستقر البلاد أنا كيف أروح أحاور والرشاش موجهة لراسي كيف أروح أحاور والدبابة موجهة لبيتي كيف أروح أحاور بعدين أنت تعرف أحمد علي ويحيى ما سووا من الذي قصف الناس في تعز من الذي قصف الناس في أرحب وبني جرمز وأبيان وحضرموت وعدة مناطق والمظاهرين في الساحات منهم إيش قوة أحمد علي وقوة يحيى هذا سؤال يوجه للواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع وأيضاً أعضاء اللجنة العسكرية الذين هم مسؤولين فعلاً يا عبدو خيرة الله عليك أنت لا تنساش إن هذا الأيام كثرة الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والتفجيرات وتفجيرات الكهرباء وتفجيرات النفط وتفجير السبعين وتفجير المكلة تفجيرات في عدن منين كان الشعب اليمني في هذا الظاهرة منين كان هذا الثقافة عندنا تفجير الضحايا موجودة إلا بسبب الجماعة أو ماشي قضية القاعدة طبعا هي تعترف وبشجاعة إنها قامت بهذا العمل ونحن نقول لا بقايا النظام بقايا العائلة يا خبراء اعترفت القاعدة دحين لا أصدق من أصدقنا تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي مسؤوليتها اللي أنا الزعيم بتاعها يعني لمؤاخذة يعني مسؤوليتها الكاملة عن إن أي لبش في أي حتة في أي منطقة من العالم إحنا اللي عاملينه وبنعلن أيضا عن عملية تفجيرية كبرى سوف تهز العالم أجمع هنعملها يوم الثلاثاء اللي جاي بعد صلاة الجمعة مباشرة
أيضا باقي موضوع الأسرى، أنت كم باقي أسرى في سجون الأمن القومي والأمن السياسي يا عبده؟ نحن مع قضية مع كل الأبرياء أنهم يخرجوا من السجون، سواء سجون وزارة الداخلية أو سجون الأمن مالك فرمل؟ مالك؟ وبعدين يا عبد الجندي، أنت تعرف أن أنت أكثر واحد تتافع على علي صالح، لو يعمل ما عمل أنت تتسطى الأول، يعني وشك ربل ما عاد يقضعش فيك أي حاجة. القلص الشاي والله فعل فيك دور، الزعيم الزعيم وهو قلص شاي طبعاً، وما زال إلى الآن يكرر نفس الأسطوانة المشروخة، الزعيم الزعيم. لأن علي عبد الله صالح ما زال رقماً قوياً وصعباً وفاعلاً في هذا البلد. الرجل ده عبيد جداً وعارف إنه عبيد، والحكومة عارفة إنه عبيد. هي يعني مكتوب في الباسبور عبيد وفصلت الدم أبيته. أتوقع أنا أنه أكثر واحد يلقي مؤتمر صحفي في العالم أظن عبد الجنيد، وأقل واحد القنوة تستفيد من كلامه هو عبد الجنيد. تشوفهم يحضروا بس يحرجوا لك الصحفيين، وحكم الصحفيين شلها هناك يجمعهم، كل واحد يسأل على أساس أنهم صحفي، يوزعهم من الأمن القومي، كل واحد للسؤال سؤال ويسألوا كأنهم صحفيين، والقنوات هذه يحرجوا. بس تشوف النشرة في نفس اليوم ما تشوف ولا واحد، في نفس يوم المؤتمر الصحفي ما تشوف ولا واحد ياخذ من كلام. واحد الصحفيين قال يا اخي عبد الجندي لا يعتبر مصدر موثوق، قال لنا هكذا، لانه بس خلاص اغلبهم بيجوا يضحكوا على عبد الجندي، واضح الذي ما فيش معه عمل، ولا عادل، والذي ما فيش، والصحفي الذي بتسمي نفسها صحفي الذي ما فيش معها صابون ولا دولها في المطبخ، تجي تحضر عنده في مؤتمر صحفي ويضحكوا كلهم وقاعد يفرشوا على ضحى عليه وعلى الكلام. أنا الذي مسكوا أصله. أنا وزاره لو تشوفوا قصته. لأنه اكتشفوا وزراء من التلفونات هذه كانت معه. قبل رئيس. أنا الذي مسكوا أصله. دمت مسخرة. بس هذا ليه ما عم بيحضرش عنده خير؟ هذا الناس طالبين الله ما يجي يحضروا. أيش يعمل؟ يرجع يعمل له إعلان. إعلان ليوم الربوع. إحنا مؤتمرنا كل يوم ربوع، الدعوة مفتوحة للشباب بأن يحضروا، وهكذا لازم يعلنوا له لأنه ما عاد يحضروش، ما عاد فيش إلا المرافقين حقه وشوية عيال بيلعبوا هنا، وأتوقع يوم يجيكم يقول الآن في الأسواق. الآن في الأسواق عبد الجندي للمؤتمرات الصحفية والتصريحات الطازجة، فبركات، اتهامات، بالإضافة إلى خدمة تلفيق تهم ووثائق مزورة. أسعارنا منافسة، تخفيضات لأصحاب الدخل المحدود، لا تستعجلوا فكمية الكذب غير محدودة. مع عبد الجندي أنت مع يا أخي. شوف أنا أعب الوحيد، أعب الوحيد مع هذا كله، ولا حد بيحضر، ما عاد باقي إلا شوية مرافقين، حتى بيرجع يترجم ترجع الوعد يدي بنو، كل واحد يديقه. أنا معي ابن حليب وحمدة، أين ودي؟ سمعتوا بيقول لكم يا جهداء يا منعى الذي معه ابنها الذي قد ونحن بدورنا دعوة لجميع الأمهات الذي عيالها بيزعجوها في البيت، ترسل علبة حليب معه تقول لي يلا زر الله من عند عبد الجندي، يلا ويفرفش على العيال، ولا لا إذا مع لي مع عمل ترسل عياله أحسن، لأنه لو في عيال كثير وكذا عبد الجندي يمكن يفكر يفتح حضانة يستفيد من موهبة الرجال، يسلي العيال جاهزة استفيدوا من الرجال موهبته أحسن ما يجلسوا العيال يزعجوكم في البيت. هذه دعوة لجميع الأمهات. ما يميز عبد الجندي أنه يهدر يتكلم، ما ليش دخل الكلام الصدق وكذب، كلام بضاعته الكلام، يعني لأن البضاعة أسمى لها الكلام، ونحن سنتحول يعني إلى الكلام، وبالتالي سنكون في أساتذة. وما فيش معانا منكم إلا الكلام والهدرة، التصنح والتعمل النووية السكاك، إحنا شبعنا كلام، أما خدمة للوطن ما فيش، كل الكلام كل الكلام. لكن بعض الأوقات يعني السلطة تضعفك، لقدك في منصب ولا في وظيفة
تبقى تفكر فيها، لا يبعدوني لا يعملوا، تجلس طول الليل وانت هذا تمسحه وهذا تراعه وهذا تعمله. سمعتوا ايش تشتوا على واحد يقول لك واحد يمسحه واحد يراعي واحد يعمل له واحد كذا، ايش تشتوا؟ حضانه وافي خمسه نجوم، انت ان تحط ابنك بس ويعمل لك اللي يشتي، يصلح ينظف ويمسح عبد الجنادي لجميع الخدمه. بس احيانا تشوفه زي كانه عاقل، كانه بدي كلام منطقي، يعني شو اسمعوا؟ الوطن اكبر من الاحزاب، والشعب اكبر من الاحزاب، ويجب ان يلتقي قاده الاحزاب على مصلحه الوطن. يجب ان نضحي بالذات من اجل الموضوع، وبالخاص من اجل العام، ويجب فعلا ان نتناسي خلافاتنا وحساسياتنا، وان لا نتعامل بعقليه يعني متزمته. شفتوا على كلام الوطن اكبر من الاحزاب واكبر من الاشخاص، شويه بس ويقلب. انا هنا اتكلم باسم المؤتمر الشعبي العام ولا ازيد، وكلامي هو من باب حق الدفاع عن النفس الذي كفلته كل قوانين السماء وقوانين الارض. سمعتم؟ قلب، بيعذر عن باسم المؤتمر ما عادش باسم الوطن. وايضا احيانا تشوفه يحب المواطنين ويكره السلطه. يا رجل نحن جالسين نتقاسم ونتضارب على المناصب والشعب يموت جوع، ليس لنا شرف بان نحكم ولا نصل وزارات، يعني اذا كانت الوزارات هذه والمواقع التي بنكسبها على حساب جواع يتذورون جوعا، اطفال يتذورون جوعا، ايتام يعني موجودين هنا وهناك، بؤساء ينامون في العراء، يعني هؤلاء يجب ان نتذكر هؤلاء اذا كنا قاده احزاب حقيقيه وتشعر بانتماء لهذا الوطن ولهذا الشعب. يجب ان نضع ايدينا كلها بيد عبد الرب منصور هادي ونقول نعم للحوار. سمعتم؟ قال لك ما همش السلطه، اللي انت تقاتل على السلطه لا يشرفنا المواقع. وفي نفس الكلام يتغير. يجب ان نتقاسم السلطه حتى ما يبقي كل يعني لكل واحد مننا الا رئيس قسم. لانه هنا تحتل، اذا كان نتقاتل على السلطه يعني نقسمها يا اخي، ولو واحد يعني ما قال نصيبه الا قال مدير عام مدير عام. شفت ما عاد في شهادك لا يشرفنا، نتقاسم السلطه الى درجه مدير عام، ما عاد في شهادك الكلام. تخيلوا لو عبد الجنادي هذا بيشتغل مثلا شغله شريفه ويطلب الله يعني، والناس بيحترموا وكذا وما ومشوا في هذا الطريق الذي هو فيه، كيف يكون شكله؟ اقول لكم معلومه، عبد الجنادي ليس وحده من يكتب المؤتمرات الصحفيه، لا يقول كلام بقناعته هو وحده، من يكتب المؤتمرات الصحفيه لعبد الجنادي هو السكرتير الاعلامي لعلي صالح، أحمد الصوفي، أحد شباب الثورة. ودنسوا أرجو أن تأتي قناة الجزيرة لكي ترى هذا المشهد التاريخي العظيم، إننا نجد أن الجنود يقبلوننا. أيوة هذا أحمد الصوفي أحد شباب الثورة، هو المفبرك لقضية قطع لسان الشاعر، وهو الذي مقترح على الاختلاط، وهو أكثر الفبركات والكلام يؤلفه أحمد الصوفي، هو الذي يكتب المؤتمرات الصحفية لعبد الجندي. أما عبد الجندي هو عبارة عن أداة يقول ما يملى عليه. مرة أرسلوا لجنة لتقصي الحقائق ليعرفوا من نهب أراضي المحافظات الجنوبية، هذه اللجنة أعطت قائمة أسماء، هذه القائمة وصلت لعند عبد الجندي، هل تكلم عليها؟ لا، لأنه إذا في شيء متعلق بعلي صالح وعياله لا يتجرأ أن يقوله. أعطوها الكشف، بس إيش كان رده؟ أنا قبل أمس يعني شليت الكشف وكنت على وشك أن أعلنه وأعلنته للصحفيين، بعدين شفت أنه في بطها مش كبار، يعني أين أهرب منهم؟ أين أهرب منهم؟ عطفت الورقة وأعمله بجيبي وأروح. قلت ما كلف الله علي أنا أقوم أعلني إذا عد دوري هنا وأقوم أفضح الناس وبعدين منو شحميني؟ شفتم؟ يوصل لعند الطاهش الكبير ويسكت، لأنه من يحاسبه غير الطاهش الكبير، ومن يصرف له، ومن يدي له مرافقي. فالطاهش الكبير هذا خط أحمر عند عبد الجندي. طبعا عبد الجندي، بس أأكد لكم أنه عنده موهبة،
خصوصا مع الأطفال، وإنه ينفع مع الأطفال ويلعب الأطفال ويسليهم، إنه ما ينفعش للسياسة، ينفع يحكي قصص. عبد الجنادي سمعنا قصص تسلي على قلوبنا وعلى قلوب الأطفال المشاهدين. قوم قيل بأن سعد أبو العريفات جمع حاشية أسرته فوق السقف وخزن القات، وكان القات فعلا شديد التأثير. قال لهم: هذه السنة النجوم مواتية، ستهطل علينا الأمطار من كل حدب وصوب، وسيدي فلان سوف يعطي لنا ذرة وبنعمله هنا حز قليل، سيدي فلان بيدي لنا غرب بنعمله هنا قليل يعني شوية، تراجعوا إلى الخلف، وسيدي فلان بيدي لنا هند بنعمله هنا بنلبق بهذا المكان. انحز يا أخي انحز، حز حزهم لما فلتوا كلهم ماتوا، وهو ما فاق إلا وقد الجماعة ماتوا وعادوا يحددين شلبوا السبول وكيف يعمله وكيف يبيعه وكيف حلوة القصة يا عمو، تسلم يا عمو على القصة، هذا تنطبق القصة على الضهج الكبير صح؟ طيب جيب لنا يا عمو قصة ثانية الله يخليك. قال لك في واحد كان في بو قرح بالصمح، أين الصمح؟ الرجل، ويجلس دائما يمسكه ويلوثه ويزيد. قالوا واحد قال له: يا أخي بعد يدك من فوق القرح هذا خلوا يشفين، أنت جالس حنب الذي هو بالصمح، شي قالك واحد بالرأس يفقش القمقمة حقك. رفع يده والرق الحي. وهذا حلو يا عمو، تسلم تسلم يا عمو الله يخليك لنا. طيب اشتي قصة أيضا أخرى تبين لنا فيها يعني بقايا النظام، كيف ما فهموش المبادرة الخليجية ولا عرفوا أي شيء، سمعنا القصة. ذكرنا بعائلة الصنق، هذه العائلة أصيبت في الصنق، وعندما كان الأب يحرث في الأرض قد مر عليه أحد المسافرين فقال له: السلام عليكم. قال له: ثور حقي وثور حق المرة، يحسب أنه يسأله حق من الأثوار. أقع زوجته تجيب الغداء، قال لي: لقد سألني أحد المسافرين حق من الأثوار، فقلت له: واحد حقي واحد حقك. قلت له: إذا كان الغداء في مبراقط بنتك الذي حصدت مش أنين. روحت البيت تقول لبنتي: اليوم أبوي قال الغداء كشيش في مبراقط وفي مبراقط. قلت له: شوفي له بالناس واللي ما شوف. هي تحسب انه قد الخلاقة حصلوا لها، كل واحد يغني على ليلى. كملت القصة يا عم عبدون، تسلم الله يخليك والله. لا الأطفال كلهم رقدوا ما شاء الله عليه، تسلم عم عبدون. نلتقي غدا مشاهدينا الكرام مع العم عبدو وقصصا مسلية في أمان الله. يلي يلي عكس خط يلي عكس خطي، انت مش وحدك في الخط، حولك الكل يشوفك، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط. يلي 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 عكس خطي، يلي 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 عكس خطي، لو بقى عندك احساس لف وامشي مثل امشي وانت على الغلط، انت ليه لا تتورط. يلي عكس خطي، انتبه من اللي جاي شكله اجيب سرعة كبيرة والعواقب قاسمة. يلي 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 عكس خطي، يلي 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 عكس خطي، يا صاح راجع نفسك ركز وافهم درسك، يا لي تجمع حسك حتى لا تتخطى، حولك الكل يشوفك يا عكس، انتبه من اللي جاي عزم. يلي يلي عكس خطي.